بنحييكم على شاشة التلفزيون اللبناني ورح كون معكم بحلقة جديدة من حلقات مأكول الهنا. اليوم صنفنا هو كورجات باريزيان وعندنا سلطة الكوسة. كورجات باريزيان هو صنف فرنسي طيب، يعني نشوف كيف نحضره ويح يطلع منه رتش كتير صغير، يعني نستعملهم مع السلطة لأنه ممنوع بقى نكب شيء. كمان الأكل بحطوا له صنوبر، أنا هستغني عن الصنوبر وتطلع طيبة. بشو بنبلش بالأول؟ نحط طنجرة على النار لنسلق فيها الكوسة. هون كل حبة كوسة بدي اشتغل فيها هيك، هي بتبرم، بعمل لها قعدة هيك صغيرة، وقلنا هودي بنستعملهم مع السلطة. وبرجع هيك بالوسط هيك صارت تهدى معي. لك كيف صارت؟ شي بسيط بنشيل. منقي شوي الكبار بتاخد حشوة أكتر. بهالطريقة لأنه فرجيكم حبة بلا ما أقطعها من هون. شوف شو بتعمل، هاي بالنص لا كيف ما بتهدى مزبوط، بترقص. أنا بدي ثبتها، ثبتت بس بقصهم قبل ما أشيل نصها بيكون أسرع. هلا هالكوسة الباقية عندي كمان بدي اسلقها، هلا من بعد ما اشيلها برجع بسلقها منشان السلطة هيديك. هون بنحط ملح وبناخد اتصال. الو الو، يعطيك العافيه شيف انطوان. الله يعافيكي، اهلا وسهلا فيكي. الله يخليك. بس ليك قبل ما تنقطع الكهرباء عندي بدك تقول لي كيف بيعملوا الشانجليشي. الشانجليش؟ الشانجليش بالضبط. ايه تكرمي. الله يكرمك. تكرمي عيونك. كمان بناخذ اتصال. الو الو شيف انطوان. نعم. الله يعطيك العافيه. الله يحفظك. تعمل معروف، بدي اسالك اذا بتقدر تعطيني الرسيت الليكر الحمبليس. ايه تكرم عيونك. هلا بعلي التلفزيون، بسكر الخط وبعلي التلفزيون ولا شو؟ مزبوط مزبوط. اوكي
ميرسي شيف انطوان. تكرمي عيونك تكرمي. بنحط الوقت على النار مقلية، بنحط فيها شرحة زبدة، بنفرم البصل مائع. نضيف أول قسم، كمان بفرم القسم الثاني، وبناخد اتصال. ألو. ألو. الو بونجور. بونجور، كيف نعمل البينات باتر؟ ايه تكرمي عينك يعني. تكرمي زبدة الفستق. نبلش بالليكر الهمبليس. اول شي بدنا سبيرتو لتر عيار 32 او 34. نجيب نص كيلو حمبلاس، ننقعه فيهم، هلا لو بنضيف صنوبر، هلا بنضيف صنوبر، بس يعني خلص بهالوضع نحن فيه بدنا نتعود بلا صنوبر، إلا اللي بيجي دولارات من برا. هي الكوسة ننزله، غلة الماي، أصبح لتر سبيرتو عيار 34، نص كيلو حمبلاس مغسل ومنشف قبل 3-4 ساعات، ناشف مزبوط، ينحطوا معهم، ينحط معهم قشرة قمر الدين ناشفة، قشرة برتقال ناشفة، 3 حبات كبشة قرنفل، ورقة خار صغيرة، ومننقعهم مدة 58 يوم. بعد 58 يوم صفيهم. نحط على النار نص كيلو سكر، ضيف معه لنص كيلو السكر فنجان قهوة مي بس عادي، بحركه على النار 3-4 دقايق، ضيف عليه ملعقة عصير حامض، ملعقة كبيرة، بطفي النار بخليه يبرد، بحطه بوعاء غميق، وبصير بحط شوية عطر، شوية سبيرتو مصفى من الحمبلاس، شوية قطر شوية سبيرتو، ضلني ريحته بعضهم وبيطلع ليكور الحمبلاس. تكرم عيونك وأهلا وسهلا فيك. وناخد اتصال. ألو. ألو. ألو بونجور. يعطيك العافية شيف أنطوان. الله يعافيك يا أهلا وسهلا. حظي حلو إنه علق اتصالي معك. تسلمي، وأنا حظي أحلى. حبيب قلبي.
بدي اسالك بالنسبه للافوكادو، عندي انا شجره افوكادو فيها كثير. نعم. في فرز، كيف بقدر فرزهم وقد ايه بضاينه وباي طريقه اذا بتريد؟ اوكي، ثانك يو. تكرمي، اهلا وسهلا فيك. اول شيء الافوكادو يتفرز لصلصة الفاهيتا او للسلطات، بس لنرجع ناكله أفوكا هيك لوحده شقف بالسلطة ما بيمشي، بيمشي لصلصة السلطة لانه بيتغير لونه. عفوا، ونحن مضطرين نهرسه ونحط معه شوية عصير حامض وشوية زيت، وساعتها بنحطهم كل بورسيون لوحده بالفريزر يمشي الحال، وساعتها بينحفظ معك الأفوكا لمدة 7-8 أشهر ضمن بورسيون بورسيونات مع بعضها، مثل ما قلت مطحونين ناعمين، نضاف لهم عصير حامض شوي وشوية زيت زيتون. هلا وقت بدنا نساوي لصلصة الفايتة منشيل منهم، وقت بدنا نساوي لصوص للسلطة منشيل منهم، وقت بدي انقع انواع لحمة أو سمك بشيل منهم، بس لقطعهم شقف حطهم على وجه السلطة ما بيزبط. تكرم عيني. هالكوسة عم ببلش شوفوا شو بنعمل. نضيف اللحمة في دسة، شوفوا شو بعمل بملعقة نشيل حبة بدها شوي صغيرة. هلا هي على على الوقت 8 دقايق على الساعة. ناخد اتصال. الو الو، بونجور. بونجورين، يعطيك العافية شيف انطوان. الله يعافيك يا عيني، يعني ميرسي كثير على الاكلات الطيبة عم تسلمي، تحفي يعني عم بيطلعوا معك. تسلمي كلك ذوق، عم بتعلمنا اياهم خصوصا بهالوقت. مظبوط، الوقت العاطل. بس بدي اسألك شيف انطوان، ورق العريش اذا بدي اكبسه ناشف كيف بكبسه؟ امر معروف اذا بدهم براد ولا لا. اوكي،
تجيبي اناني مي صغيره. الو الو اناني مي صغيره. اناني مي صغيره؟ نعم نعم. اناني منهم صغار، بتجيبي ورق العريش بتقطفيه، بتشيلي منه الضلع، غسليهم وانشريهم بمحل في فعي لينشفوا مزبوط، ممنوع المي يكون فيهم. ترجع بتحطي كل أربعة أو خمس ورق فوق بعضهم، بتلفيهم على بعضهم مزبوط، بتفوتيهم من بوز الأنيني، بيكون معك خشبة صغيرة مثل هاي، تحشريهم فيهم. بتضلك تعملي للأنينة تصير مسكرة مزبوط، أو هيك خشبة، حيلا خشبة كله بيمشي. بتسكري هالأنينة، ترجعي بس يخلصوا هالأنينة، بتجيبي ماي مثل هالماي يلي موجودة عنا هون، تغلي، بتجيب الأنينة وتسقطيها بإيدك هيك لنفترض، أو بتوقفيهم بطنجرة بس من هون عملت السدة لتحت، تغليهم ثلاث دقايق، شيليهم، خليهم مطبوبين، ما فيهم ماي أبدا، فينا نكبس بماي وملح بس هو بلا ماي، وبيهدوا عندي ست سبع أشهر. بس بدك تستعمليهم، بدك تقصي الأنينة من تحت وتسحبيهم، تكرم عيونك. بنحط ملح، بهار أبيض، هون بطفي الماي على الكوسة، وهون طفيت على الحشوة. هون لأن بدي استعمل الماي، واليوم الغاز كتير غالي، شوفوا شو بعمل، بشيلهم دغري من مية السخنة وبحطهم بمية المسح، هيك بيضل لونهم أخضر، وبكون وفرت ماي نار لأرجع أغلي ماي لأسلق فيها الكوسة للسلطة. هلا ما بيروحوا مع بعضهم، ليه؟ لأنه هاي الكوسة كاملة بتاخد وقت أكتر. ومناخد اتصال. ألو 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 بونجور. بونجور شيف أنطوان. بونجوريني، أهلا وسهلا فيكي. كيفك؟ كتر خير الله. صحتك منيحة؟ ايه كتر خير الله، نشكر ربنا. عنا شوي على الصوت بس. شو بساعدك مدام؟ بس بدي أسألك بس حط المرادين بالماي عم بيتفقشوا من تحت. أدي عندها ما تغلي الماي قوية، ما تغلي الماي قوية، الماي ما تغليها كتير، نوصي النار بس تحطيهم. أوكي مدام؟ ما سمعتك. نوصي النار، نوصي النار بس تستعمليهم. نوصي النار؟ نعم نوصي النار. نوصي النار. هول كوسيات بدي استعملهم انا، ما بدي كبهم، وهلا النقراتكم ما بدي كبهم، ما في شي بينكب.
نروح إلى واحد. بلش شوفوا شو بس بعمل بالكوسة هيك، بشيل منها شوي من اللب مع البزر، وبحطها هون. أنا وعم ساوي الكوسة بهالطريقة راح نشوف المقادير للناس للي بتروح عندهم الكهرباء الساعة 4. هلا في مرطبين للمدام اللي اتصلت وقالها عم يتكسروا معها، في مرطبين ما بتتحمل حرارة مزبوط، مشان هيك الليلة انه تستعملهم. هلا صار كبير لإلهم، نجيب واحد أصغر. لحتى في جوت بيوركس مثل هالأنواع هاي كمان منا أصلية تتكسر بقلب الفرن.
لا انتبهولي شوي. هاودي عندي هون ممنوع كبون، ما في شي للكب، نستعملهم للسلطة. أنا خصوصي عملت اليوم صنف السلطة لنستعملها معهم. وعندنا هاو كمان ما منكبهم، بنجيب مسفاية مثل هالمسفاية بنحطهم بقلبها لأنهم بعدهم نيين. هلا فينا نكلهم نيين بس عم نقول بركي ما بدنا نيين، وبحطهم هيك بالمسفاية 3 دقايق بيستووا. هلا نشيلهم هاو على جنب، يعني نفضي هالحشوة بجات ومناخد اتصال. الو 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 بونجور شيف انطوان، كيفك؟ ماشي الحال، كتر خير. هلا مريم، مريمك كيفك يا مريم؟ منيحة؟ انا منيحة وانت منيح؟ ايه كتر خير. هلا نشكر ربنا. اوكي شيف، بس عم تلفي بس لأحكي معك، حب اسمع صوتك. تسلمي تسلمي يا مريم. بس بدي اسألك سؤال، اذا عملت كبة ارنبية فيني اعملها بلا لحمة خلينا على الكبة؟ فيكي فيكي. فينا؟ ايه خلص نسوق منوفر. اكيد من هلا ورايح كل الرستات بدها تكون بتوفير. بسمع من هلا ورايح ايه؟ كل الرستات بدها تكون بتوفير، بدنا نوفر. ما سمعت شيف، ما صوتك واطي. عم قول ايه ما تستعمليها للكبه وتوفري، فيك توفري. ايه بس انا حسيتها بحبها محشيه. ايه يلا ماشي الحال، انا عملتهم على ايدي. هلا خلينا اياك يا شيف. تسلمي تسلمي، كلك ذوق كلك ذوق. يلا سلمني على شيف عبدو على كل تبعت. ميرسي ميري ميرسي. يلا باي باي. جيب جات التاني. زيل شوية حشوة منشوف يلي ناقصة شوية صغيرة نرجع منعبيها. وهي كل الحشوة صارت جاهزة. هلا نعمل الصلصة. نجيب طنجرتين نحط وحدة ماي وحليب على النار،
نضيف عليهم حليب البودرة ندوبهم نجيب طنجرة تاني نحط فيها قطعة زبدة نجيب ملعقة خشبية ومنحرك هون النار ماني مقوية حطوا بالزبدة بسرعة هاي الزبدة دابت الحليب عم يسخن نضيف طحين شوي شوي ونحرك لنص دقيقة نجيب كبشة ونصير نضيف حليب شوي شوي وحرك هاي بنسميها الصلصة البيضة نحركها تنعم الصوص وشوي شوي منضيف الحليب ما بيسوى دفعة واحدة منعم وتطلع عندنا صلصة ناعمة هاي اخر تنعيمي لتنعم مظبوط بالطريقة نعمت نضيف كبشي نغوص النار هي مع شبدية نعملت معي بالملعقة الخشب والحليب اللي بعده بننزله كله خليه تغلي وبلش اسكبها
خفيف عليا، ملح وبهار ابيض. نحركها نطفي النار نتشه انا هلا بدي احط الجبنه بعد شوي بلبس من هلا الكفوف او بتحطه بملقط قلنا بركي بتحمل ما زبطت طلعت سخنه وبسكوب بهالشكل هلا كل شيء مستوي بس بدنا نعملهم جراتيني بس منشان الجبنه هاي بدنا نتف بعد هون هاي هاي هلا الجبنه بنحط شوي صغيره نستعجل الوقت فوت وحدة على الفرن بس دايما أنا بقلكن دايما نمسح الجاط قبل ما نفوته نقطة بيكون من الصلصة أو ما شابه زين نرجع بنعمل الصينية التانية على الفرن نفس الشقفة من الحشوة هاي البصلة كمان بنفوتها على الفرن هلا عندي هول الكوسة اللي كانوا القشرة يلي استعملتهم يحبر ريدون شوفوا كيف كمان برجع بفرمون وبنحطهم بجاط السلطة
وأنا عم بفرمون نتوقف وعم حطة إعلانية منتابع حلقتنا عبر شاشة تلفزيون لبنان. منتابع حلقتنا عبر شاشة تلفزيون لبنان عنا هون التون السلطة عم ندقه ناعم ونحط معه ملح. هون عنا الكوسة عم تنسلع. بناخد اتصال. ألو 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 بونجور. بونجور شيف. بونجورين أهلا. كيفك ليزات؟ معك ليزات. كيف صحتك؟ عرفت صوتك. إيه أهلا بالزميلة. مرسي. بدي أسألك سؤال. الكيك اللي عم بعمله بالبيت عم بيهبط وعم بيعجن ما بعرف ليش. هلا منشرح لك الطرق لإله. أول شيء ما بدك أقول لك شو عم بحط. شو عم تحطي مقادير؟ إيه يلا. ثلاثة بيض. نعم. رشة ملح. نعم. معلقة بيكنج باودر ونص معلقة فانيليا. ملعقة بيكنج باودر شو كبيرة أو صغيرة؟ كبيرة. ما بيسوى لا. قد إيه بدي أحط؟ منه ملعقة صغيرة. قد إيه عم تحطي طحين؟ عم حط ثلاث كبايات طحين. ثلاث كبايات طحين، سكر قد إيه عم تحطي؟ عم بحط كباية. زيت كثير كباية. لازم نص كباية. ثلاث أرباع الكباية. ثلاث أرباع الكباية. وزيت قد إيه؟ زيت عم بحط كباية. زيت كمان كتير. ثلاث ارباع لازم حط. ثلاث ارباع كمان ونص بكفي. نص كباية. يلا هلا بتعملي بس. حط عصير ليمون كباية ونص. شو هني؟ عصير الليمون. عصير الليمون هلا ني بيخلون ما بيأثر. اوكي. هلا بيطلعوا طيبين معك. بيطلعوا طيبين بس معجنين. هلا بطل يطلع معجن. هلا بس بخفف السكر وبخفف السكر والزيت. والبيكن باودر كان كبير يعلى ويرجع ينزل ما ينشف قلبه. اوكي هلا فهمت. ميرسي كثير شيف. تكرمي كله بيسلموا عليك هون. ميرسي تكرمي يا ليزات. باي عيوني. خفف شوية ماي ونرجع نضيف ماي لأنه قلب الكوساية بيكون بعده سخن مشان هيك بقى مرتين نبرده. مرة واحدة ما بيكفي. هاي تاني مرة لأنه قلب الكوساية بيكون بعده سخن. أصبح لنوضح الأمور شوي. هودي الكوسة هني لسلطة الكوسة يلي سلقينهم هون. هون كمان رح نستعمل لسلطة الكوسة من قلب كوجات باريزان ما منكبهم، وهودي القشر يلي كانوا من برا كمان ما منكبهم. ناصر حامض ومناخد اتصال. الو الو بونجور. بونجورين يا الو سهلا. كيف انطوان؟ ماشي الحال كتير. سلامت صوتك احسن شوي. ايه اذا بتريد بدي اعرف كيف بيعملوا الطحينة والهريسة اذا بتريد. هريسة الحلو او الاكل؟ لا الحلو النمورة. ايه اوكي. والطحينة اذا بتريد. تكرمي سلم ايدك على الاكلات الطيبين. تسلمي كلك ذوق. خلينا اياك شيف انطوان. كلك ذوق. تكرمي. مرسي كتير. بخاطر عيونك. تكرم. باي. هون منضيف يلا هلا بشرحهم مع بعضهم. عصير الحامض على التوم نعملهم هيك. هي جرن توم اصلي. بنحط معهم ملح. بهار ابيض. نعناع يابس او بقدونس اخضر او نعناع اخضر شو متوفر عنا. هي الكوسه منقطه بهالشكل.
بس تكون كبيرة. بنشوف المقادير ونتابع الحلقة. نتابع حلقتنا وهي خلصت. لنشرح الصنفين اللي طلبتون قبل الشنكليش وزبدة الفستو. الشنكليش في عدة طرق لإله، رح أعطيكم طريقتين. فينا من اللبنة بننشفها كتير، نرجع بننشفها مثل لبنة المكعزلة، منضيف عليها زعتر، بابريكا حلوة، نرجع نعملها كرات، منحطها على أطباق، منحطها بمجرى هواء، وهيدي طريقة سريعة. كمان طريقة سريعة منيحة، لأنه هن بيسووها بالزمان بالفخار وبتقعد معهم حوالي 20 يوم، وهي على الشكل التالي. منحط على النار حليب 2 لتر، بس يفوره بجيب كيلو لبن مسقع، لبن مسقع بجيبه وبنحطه عليهم دفعة واحدة وبطفي النار، بحركهم وبطفي النار، برجع بجيب مصفاية انطرهم تقريبا 3-4 دقايق، بجيب مصفاية بصفيهم، برجع بحط لهم بابريكا حلوة، زعتر، ملح، برجع بعملهم كرات صغيرة بلتهم بالزعتر، برجع بنحطهم على اطباق عش حوالي 12-13 يوم، وبنعرضهم بمجرى هواء وبيطلع عنا الشنكليش. اما زبدة الفستق، زبدة الفستو بنطحن الفستو السوداني بالمكنة مظبوط، طحن ناعم ناعم، لكل نص كيلو من الفستو السوداني ضيف كباية ونص زيت نباتي شوي شوي وبيطلع عندي زبدة الفستو. نحط زيت الزيتون على وش السلطة قبل ما نقدمها هيك لتعطينا لون بريق عليها، شوي شوي بنرشه.
الطحينة والنمورة على طريقة النمورة يلي هي الهريسة. الطحينة كباية سمسم ناي، كباية سمسم محمصة بس مش كتير، بينطحنوا كمان على الحجر أو بالآلة الكهربائية، بتطحن لوز وبندق وما شابه ذلك كتير ناعم. للكبايتين بنضيف لقلهم كباية من زيت النبات شوي شوي وبيطلع عنا الطحينة. أما الهريسة، الهريسة بنسويها على الشكل التالي: نص كيلو سميد، كباية ونص سكر، ملعقة صغيرة بيكون باودر، ملعقة صغيرة خميرة، سمنة ثلاث ملاعق أو زبدة، يا هاي أو هاي، بينخلطوا مليح مع بعضهم. بعدين بينضاف معهم، في ناس بيضيفوا لهم حليب بودرة، في ناس ما بيضيفوهم، منضف اللي بده يضيف ثلاث ملاعق حليب بودرة، اللي بده ما يضيف بيعجنها بمي فترة. بعدين بجيب صينية بحط زيت برجع طحين أو بحط دغري طحينة، بنزل هالمزيج عليها، بزيحها تزيح شكلي بالنص مربع، بحط فلقة لوز بيتركها ترتاح نص ساعة، بعدين يخبزها بالفرن. من بعد ما نخبزها بالفرن تقريبا حوالي نص ساعة بشيلها بزيحها تزيح شكلي، كون عامل قطر على النار نص كيلو سكر، كباية وربع ماي مع ملعقة صغيرة عصير حامض. القطر سخن، الهريسة سخنة، بجيب القطر بحطه على الهريسة بتركها تبرد 3-4 ساعات وبتطلع معني أطيب هريسة. حلقتنا لليوم انتهت. كان عندنا اليوم كورجات باريزيان أو كوسة باريزيان، بهالطريقة فينا نحطوا لها صنوبر، فينا بلا صنوبر بهالأيام نحن فيها. وسلطة الكوسة، استعملت كوسة عادي، استعملت قشرة الكوسة لعملت القاعدة، استعملت قلب الكوسة بس ما كبيته، كلهم استعملناهم سلطة. حلقتنا لليوم انتهت، على أمل أن تمر هذه الأيام بسلام. نشوفكم بخير، منلكم باي باي.